حيا الله ابو عبد الله. هلا والله. يا مرحبا يا مسهلا ابو عبد الله. اتحفنا يا قلبي والله. بدون حلف اتحفنا بدون حلف مره راضين بدون حلف مره. اي لا لان بشيلها شيله هذه ولو طويله شوي لك عشر دقائق على اساس دخول الوسم. اها الوسم والسير نجيبها استغاثه. هي استغاثه. أي. استغاثه طويله. قبل ما نقول دخول الوسم فيه نجم هالايام طالع اذا جاء المغرب شفته نجمة المغرب اللي هي الزهرة على يمينه نجمة الساطعة وباليمين بعيد شوي نجمة الثانية بينه النجم طالع هالأيام يسمونه أبو عسيب. أبو عسيب يقولنا الأولين إلى صيف ما جاهم واحد وابطعنهم قال والله أنت إنك أبو عسيب كل 70 سنة مرة. والله هذه نجمة وهي الصحيح تطلع كل 30 سنة مرة مدعى تستمر 22 يوم شهر شهرين ثلاثة ما أدري لكن أجى المغرب وشفت نجمة المغرب خلها يظلم الوقت شوي يمكن هالأيام قمرة وتشوفها زي العسيب مثل الشهاب اللي طايح نجمه تشوف آخرها الله أكبر ومضيء اللي وراها مذنب يسمونه أبو عسيب طالع هو اللي أزرق لونه فيه زراق. لا ما هي ما تطلع ما طلعت إلا هالأيام يعني اللي ما يشافها اللي عمرها أكثر من 30 يمكن اللي عمرها 40 ما يذكرها بعد. أبو عبد الله إحنا الاثنين الماضي في المخيم أي وقالوا الشباب هذا سموه بس ما سموه أبو عسيب أحد ما أدري شو اسمه يمكن يعطون كل هاشتاق اسمه لكن هو صاير زي عسيب النخلة مثل اللي تصير إسعافه فوق ايه ونازل كذا وضوء تحت ومذنب من فوق يعني شكله طولي كذا ايه ولا جيت الزبلة لأن حنا هناك إذا جينا نصلي خصوصا منطقتنا طبعا تختلف مناطق المملكة لكن إذا جينا نصلي المغرب نبحث عن النجمة خصوصا قبل الجوالات ايه نجمة تسميها نجمة المغرب وهي الزهرة العشاء اي اذا صارت قدامك لا هو اذا جاء في الليل نجمة تسمى نجمة العشاء لا اذا جاء وقت العشاء تروح شوي لكن المغرب مرة على الجبلة اذا شفت النجمة هذه ناظر على اليمين تلقاه يسمونه ابو عسيب ما ادري حتى في تويتر ما شفت احد متكلم عنه شايفينها امس أو قبل أمس حنا نمر مع ربع عندنا في البر أحيان وسكرون النور عقب المغرب وعلى ما طر دكتورنا فيها حد يعيش بسعادة يتفاعل مع الموقع اللي فيه أنا قعد لي عند شعيب جاي أبوي وجدي وقاعدين فيه أزين من مجلس إن أنا بانيه بهاك العدة ليس المحتوى وتدخلني في مجلس أو تحط لي من الأكل المحتوى في المحيا والنفس الزينة والجلسة الزينة ترتاح يعني فسبحان الله في الليل يتأملون يعرفون النجوم اللي تطلع تفاجأنا أبو عسيب طالع هذا سمي عاد ممكن يفيدون يعني ممكن يشوفه هنا اليومين ذي هي مرة شايفينها الاثنين في الليل شغلة واحد من الشباب من ناحية القبلة واضح بس أنها عقب العشاء هي ما تشوفه إلا في الليل يصير مرة إلا شفت الزهرة ناظر يمين تلقاه تشوفه مرة ولا هو بساطع مرة هذا اللي بتقولها الآن أي ابتهال أي نسأل الله أن تكون ساعة استجابة ويطرح الله البركة فيها اللهم يلا بغيث سحابك كل ما هالارتوابه وادي في نجد هالكن جاي عنتقن بذيابه وكل ما لاحت مزونه يجهر اللي يلا بغيث سحابه كل ما هالارتوابه وادي في نجد هالكن جاي عنتقن بذيابه كل ما لاحت مزونه يجهر اللي يشوفونه ما يحيل الليل دونه ينهب الظلمة انهابه في ظلام الليل كنه لا شعق برقه وسنه تقل شمس في قوايل من لمح برقه يهابه كل ما طنت رعوده والحياة نقض جعوده زام ينبلقاع زوده والفلا تجري شعابه لن تضمزنه هلي تقض العن تقلت اللي كل ما خلب وزلي عمره نكسة ربابه عشرة أيام تتالى كلها برق تلالى لا شعق عز الجلالة زين مزنه وانصابه يسعد الروح العليلة لا همل وبله سيلة قرة عيون تخيلة مرحبا والفن هلابة لا همل ماله وصيفي راكد وبله مريفي يجعله غيث مغيثي ديمتي يمطر سحابة يرتوي من خير فيضة كل وادي وكل فيضة يشفي الروح المريضة شوف سيله وانسيابة
لن تهضمزنه وجالي يمسح خشوم الجبالي تقل جال على جالي في دنوه واقترابه يسري طبوق نطبوق اللاح مما به فتوق كن هالليل بظلامه لا سدى الخمرة حجابه يسقي ديار الجزيرة ما يخلي ولا ديره ما يخلي كل وادي وكل قفر ما وطابه من حدود البحر الأحمر لين حد الشرق يظهر ينهم الوبله ويمطر شابك فيه اكتضابه أطلب الله كل ساعة والدعاء نعم البضاعة علها سمع وطاعة ساعة فيها استجابة الدعاء مخ العبادة عدة المؤمن وزادة الدعاء للواحد اللي دايم نرجي ثوابه اللهم انا عبادك يا عظيم في جنابك نسألك غيث مبارك يسعد القلب انصبابه في رجاء رب كريم جل في شانه عظيم يا رؤوف يا رحيم يا عظيم في جنابه أسألك بأسمائك اللي نور قلبي يمتعلي أسجد لوجهك وصلي الدعاء لك والإنابه تسقي البيد وشجرها والقرايا مع حجرها يا إله جابر جرح تمكن بالصوابه باسمك الله يا بصير يا عليم يا خبير يا لطيف يا ودود فوق عرش استوابه من قذي يوسف بضيقه في وسط بير عميقه القوافل في طريقه ساقه الله واعتنابه والنبي يعقوب غمه زال من عقب انطمه وارجع الله لنظيره يوم جابوا له ثيابه من قعد سبع عجافه يوم راعي الملك شافه واجمعوا كل الحصاد بسنبله لين اكتفابه وادخروا كل الزروع وانقذوا كل الجموع رحمه الله عن الجوع كل ورد خذ ذهابه من قذي يونس بغبه التجا لله ربه يا اله فارج كرب عظيم من كرابه كل ما شفت الفيافي والمحل يالله تكافي والسنين اللي اعجافي والدهر كالشرب نابه واشقى قلبي وحالي كل ما شفت الحلالي كل يوم في تمالي كل يوم في تمالي ضاق صدري من اسبابه عيني اللي هلماها كل يوم واشقاها وعناها وعنايه من عناها كن خاطفها هدابه هاضني صوت الحمامه لعلعت فوق العدامه تشتكي ما هي بطربه وينها وين الطرابه من سمعها هل دمعه لج راسه لج سمعه من يلوم الورق يوم الوقت ضده وانكفابه صوتها نقض جروحي ودع سدودي تبوحي عقبها قلبي يفوحي ضيق زاد ضيقي وضيق عقبها قلبي يفوحي زاد ضيقه والتهابه أنخيل اليابساتي والخوافي ذابلاتي يسأل الله النجاتي ما يرد إلا التجابه عبدك اللي مستجيرك ما رجى بالخطب غيرك عبدك اللي خاض علك بالرجاء وجه رتابه وجه رتابه البابك ما يخيب إلا التجابك فارج كربات خلقك يوم كل صك بابه جاعل النار انت حامه للنبي برد وسلامه احتضن فجعه خليله زال وجله وارتيابه فالق الغب البحاره للنبي موسى وساره مغرق فرعون واصبح عبره فيها اعتجابه هازم الاحزاب وحده ناصر عبده وجنده عقب ضيق وعقب شده والكفر نكس احرابه كل ما ضاقت فججها جل في جانب فرجها ما حد غيره نهجها سهل الكائد وجابه ما يأسنا ولا قنطنا قد رضينا ما اعترضنا في رجاء رب كريم الرحمة تسبق عذابه كل عسر فيه يسرى وكل كسر فيه جبرة الرخاء عقب الشدايد والسهل عقب الصلابة التجي لك يا إلهي أنت عزي وأنت جاهي الرجالك والتوكل ما حد غيرك نهابه منزل ماء هنيه سائغ شربه عذيه كل ما كل شيء منه حيه سنه الله في كتابه
لا همل وبله طشاشة يسقي ديار عطاشة الزهر والعيش بطاشة ارتعش به وانتشابة لا شمل غيث وطنة واهتنى قلب المعنى من ما هطير غنى كاس ينعش به ضابة تنبت فجاج وسيعة قبلت الله يا ربيعه ما حلا شوف الطبيعة والزهر فاحت عذابة واهتنت كل البوادي بالمراعي والسدادي الرخاء والخير زادي ناقش نعش بخضابة ينجلي همي وغمي يوم جمل بير زمي لاعتلى فوق المطاوي صافي حلو شراب ما حلاها كالغرايس كنها زين العرايس يوم جاه السيل مايس يا عجايب يا عجابة وما حلا باللن تحانت مع رياض العش بزانت استهلت واستكانت وركدت عقب التعابة والختام أحلى ختامة للنبي خير الأنامة عد من صلى وصام من جموع ومن صحابة النبي الهاشمية مروي القلب الضمية الحضيضة اللي مشى من صوب دربه واقتدابه جاهد الأمة وصابر ما رفع نفسه وكابر لين عمت واستتمت دعوته بر وغابه ما يضره هرج حاقد عبد لله ساجد قدوة الخلق المبجل عزه الله في جنابه عزه الله في خطابه سلامك بيض الله وجهك بيض الله وجهك الله يسلمك اللهم امين طولنا عليكم لكن حتى الله ان يتقبل يا رب يا الله 50 لا لا طويله حول 100 احنا انتقلت 100 وشوي تقريبا ما شاء الله تبارك الله انا عد اجا سعد فصلت ما شاء الله ما شاء الله جزنا كلها من بدايتها لنهايتها جمال ما شاء الله قريبه من استغاثه الهزاز اي لكن بحرها غير ولا الله يسعدك الله يبيض وجهك.